معكم اسم الكامل عبد العالي خي، مسير تعاونيات ولاد خي اللي كيتواجد المقر ديالها فواره ولا ضرحو دوار صفات الحمام اقليم قرسيف. هذا النهار شرفنا السيد العامل بالحضور ديالو في اطار سدينا معاه واحد الكونترا اتفاقيه اللي جمعت الثلاثي السيد العامل اقليم قرسيف والسيد رئيس جمعيه الوسيط محمد الماني والتعاونيه ديالنا اللي كان نترأسها انا كمسير في اطار المشروع ديالنا اللي هو جديد بالاقليم وهو تربيه الحلزون. مشروع جديد في قرسيف والحمد لله كان اقبال وعجب للحضور الكريم وغادي نخدموا عليه وغادي نعموه. الهدف ديالنا هو التعميم اللي هو تربيه الحلزون، هو مشروع مربح 100% اقل تكلفه وسهل التربيه. غادي نشجعوا الناس البوادي يخدموا، بالاخص النساء اللي كتلقاهم في البوادي غادي نشجعهم باش يخدموا في هذا البروجي ونشجعوا التعاونيات بالاقليم وغادي نعموه. وان شاء الله راه دارنا واحد الجمعيه جهويه في جهه الشرق غادي نوفر واحد الكميه هائله من الحلزون وغادي نسنيو واحد الكونترا ديال كونترا تبيع المنتوجات ديالنا مع واحد الشركه ايطاليه اللي ديجا درنا معها واحد الفورماسيون دوره تكوينيه. ونتمنى من الله تعالى هذا البروجي يتعمم هنا في قرسيف ونخدموا عليه وينجح. هذا هو الهدف ديالنا لانه مشروع ما كاينش في قرسيف وبغينا نفرضه في قرسيف ويحقق داكشي اللي بغينا نوصلوا له ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنشكروا السيد عامل اقليم قرسيف اللي كيسهر على هاد المؤسسات منهم منصه الشباب اللي كتدعم الشباب انهم يخدموا وينجحوا البروجيات ديالهم في الاقليم. وكنشكروا شركات قرسيف زو اللي هي فين صراحه فين ما مشينا كنشوفوها ساهره على اي حاجه كاينه في قرسيف. وما نساوش نشكروا منصه الشباب صراحه داروا معنا واحد المجهود كبير واحد التتبع دائم والباب ديالهم مفتوح الهواتف ديالهم مفتوحه اي لحظه وفي اي وقت. والسلام عليكم. السلام عليكم، انا نعيمه دحو مسيرة تعاونية الأيادي الورينية اللي تتواجد بتدارت جماعة تدارت إقليم قرسيف. المنتوج ديالنا وكنتجو الزرقية الورينية ومجموعة من النساء، احنا 14 مستفيدة، يعني عندنا الماتيريال ما عندناش الماتيريال باش غادي نزيدو ننتجو الزرقية الورينية. والتجئنا لمنصة الشباب اللي هي درنا مواكبات ودرنا دراسات ديال المشروع وغادي يعاونونا ان شاء الله بالماتيريال غادي يعطيونا الماتيريال وغادي ننتجو الزربيه ديك الساعه الورينيه ان شاء الله تزيد قدام ونقدروا ننتجو يعني الطلبيات ديال الكليون ديالنا. كنشكر دار الشباب منصه الشباب شوفي عاودي هكا باش نقطعها كامله باش نقطعها صافي. كنشكر منصه الشباب على هذا المبادره ديالها. معكم سامحه فزلان. المشروع ديالي هو ورشه ديال الخياطه والتطريز. جاتني هذه الفكره مده طويله هذه ولكن ما كانش عندي الامكانيات انني ندير هذا المشروع ديالي على ارض الوجود. فمشيت للمنصة ديال الشباب باش ناخذ استشاره ديالهم، قالوا لي بلي كاين المبادره الوطنيه يمكن لك انك تنخرطي فيها وتستافدي من الدعم المالي. انخرطت في المبادره الوطنيه وتقبلت من بعد المواكبه والتكوين اللي داروا لينا، ودابا تقبلت انني نسمو المشروع ديالي ويكون على ارض الوجود. وكنشكر المبادره الوطنيه وكنشكر السيد العامل اللي دار لنا اليوم هذه الاحتفاليه ديال التخرج. كنتمنى اننا نزيدو قدام بالمشاريع ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.